الحكومة الإيطالية تستفز المشاعر الصدرية. على خطى سابقيه يستقبل محمد شيع السوداني عدداً من الكتاب والمحللين السياسيين. الصور أظهرت تواجداً كبيراً لمحللي الإطار التنسيقي، وهذا ما يجعل البعض يشك في نوايا السوداني. ما أعلنه مكتب السوداني في بيان رسمي جاء مغايراً للكواليس التي دارت في الاجتماع مع المحللين السياسيين. السوداني أكد وبشكل علني إنه مرشح الإطار التنسيقي والحكومة حكومة الإطار، كما أعلن علناً أمام الحاضرين بأنه مرتبط بالإطار بشكل قانوني ودستوري ولا يخجل من ذلك. هذا الكلام الذي لم ينشره مكتب السوداني قد يكون سبباً في استفزاز مشاعر جماهير التيار الصدري، لأن كلام رئيس الوزراء فيه تفسيرين: الأول هي سيطرة الإطار المطلقة على الحكومة، والثاني جعل نفسه وكيلاً لأعمال الإطار التنسيقي ولكن برتبة رئيس وزراء.